إلى القنيطرة ينضم إلينا مراسل الإخبارية السورية علي الأحمد. مساء الخير علي. مساء الخير يا تحية إلى كل مشاهدينا الإخبارية السورية. علي، ما المعلومات لديك حول الواقع الميداني اليوم في المنطقة الجنوبية، وهل هناك من خروقات لاتفاق التهدئة؟ نعم إياد، في الواقع حالة من الهدوء النسبي تسود معظم تفاهات القنيطرة التي شهدت أمس اشتباكات بين الجيش العربي السوري والتنظيمات الإرهابية المسلحة إثر محاولة التسلل على محور سرية الطنجة أو ما تسمى بالسرية الرابعة قرب مزارع الأمل على طريق بلدة حضر شمالا. قام الجيش العربي السوري بالتصدي لهذه المحاولات وإفشالها وتصويت الإرهابيين المتسللين عدد من القتلى بينهم مقادة، إضافة إلى جرح أكثر من 15 إرهابيا وتدمير دبابة وسيارة دفع رباعي كانت بحوزتهم. أيضا جيش العدو الإسرائيلي، وكما أفادت مصادر أنه قد أعاد 14 جثة كانت قد أصيبت بنيران الجيش العربي السوري تم نقلها إلى مشاكل الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية بعد إعادتها، قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة بإدخالها إلى مشاكل ميدانية داخل قرية جبات الخشب التي تتواجد فيها التنظيمات الإرهابية المسلحة. أيضا بقيت الفصائل الإرهابية التابعة لما يسمى بتنظيم جبهة النصرة وحيدة على تفاهات القتال في الريف الشمالي في ظل انسحاب باقي الفصائل المسلحة والتي تسمى جيش اليرموك والمعتز بالله. أيضا هناك بعض الخروقات من الإرهابيين باتجاه بلدة حضر شمالا، حيث تم استهداف القرية بعدد من القذائف الصاروخية وصل وسط إحصائياتها بين ليلة أمس واليوم أكثر من 20 قذيفة، كان آخرها عدد من القذائف منذ قليل قد استهدفت البلدة أصيب على أثرها طفل وامرأة. نعم، أشكرك مراسل الإخبارية السورية علي الأحمد في القنيطرة، كل الشكر لك.